والمستثمرين شباب مصر الجميل. اسمحوا لي في البداية طبعا ان انا اعبر عن سعادتي وفرحتي الكبيرة جدا ان انا اكون موجود في هذا الحدث المهم جدا. والحقيقة وانا جاي عشان اطلع المسرح يعني شفت الحقيقة نماذج للأعمال الإبداعية اللي بيعملها شباب مصر النهاردة في مجال ريادة الأعمال. واسمحوا لي ان انا يمكن النهاردة يعني اليوم كله كان يوم جميل. انا كنت في محافظة بني سويف احد محافظات صعيد مصر، شفت هناك نماذج مفرحة من شباب مصر ايضا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية التكنولوجية اللي موجودة في محافظة بني سويف. شفت هناك ستارت ابس وشفنا شغل بيطلع من قلب صعيد مصر، الصعيد اللي احنا كلنا كان عندنا دائما في الماضي كلام انه مهمل وانه مش واخد حقه من مشروعات التطوير. بالعكس تماما، اللي شفناه النهارده نماذج لشباب واعد جدا بيعمل النهارده مشروعات مش فقط تخدم بلده ولكن ايضا بقى بيصدر هذه الخدمات لدول اخرى. شفنا مصانع على اعلى مستوى النهارده انتاجها بيصدر بالكامل لدول أوروبا وعلى مستوى العالم كله. الأهم يعني أنا رجعت من هناك الحقيقة في خلال ساعة زمن من بني سويف، وده من خلال شبكة الطرق العظيمة اللي الدولة المصرية عملتها في خلال الفترة الماضية. نفس هذا المشوار منذ سنوات قليلة كان بيستغرق 4 ساعات، احنا النهاردة خدناه في ساعة. ده كله النهاردة يعني الدولة المصرية عشان بتستشرف ان المستقبل لشبابها وليكم محتاج ان يكون عندنا بنية اساسية قوية جدا ومتطورة. كان لازم الدولة تعمل هذه البنية الاساسية عشان تمكننا جميعا النهاردة نقدر نتحرك من مكان لمكان ونقدر نصدر منتجاتنا وخدماتنا، ويقدر شبابنا ان هو يبقى موجود في اي مكان ويقدر يتحرك على مدار اليوم كما لو كان ان هو بينتقل داخل مدينة واحدة. اسمحوا لي يمكن النهاردة ان انا مرة اخرى ان اعرب عن فخري بالنجاح الذي حققتموه في قطاع ريادة الاعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى قدرتكم على التكيف مع جميع التحديات اللي واجهت مصر والعالم. وأود أن أعرب عن شكري لقمة رايز أب وشركة انطلاق على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع في الفترة السابقة وكذلك التحديات، حتى تتمكن الدولة المصرية من تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد. أتواجد معكم اليوم ساعيا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030. ولقد حرصنا على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار. وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق جديدة تتيح فرص عمل وتقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة. الحضور الكرام من شباب مصر الواعد، تعي الدولة المصرية أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، والذي ساهم خلال ال4 سنوات السابقة في ضخ استثمارات تخطت $2 مليار، وتسعى الدولة لتقديم كامل الدعم والحوافز لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه. وأثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلول للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكافة أشكالها، وكذلك وكل ذلك سوف يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي، ويثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة وعقول وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد. شباب مصر رواد الأعمال، أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها، وانطلاقا من هذا الدور تسعى الدولة باستمرار في تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر. وفي هذا السياق اسمحوا لي أن أستعرض بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. قامت الدولة بإنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال، وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بسهولة ويسر. وتختص الوحدة بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة والتواصل مع رواد الأعمال والتعرف منهم على التحديات التي تواجههم، وكذلك مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة. والحقيقة أن الوحدة منذ إنشائها قامت بالعديد من الخطوات، أهمها وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بالقانون 152 لسنة 2020. تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة يمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة. إنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال، وكذلك الجهات التمويلية المختلفة سواء كانت للحضانات والمسرعات والصناديق، وإتاحة أيضا البيانات والمعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر موزعة جغرافيا على المحافظات. وكما قامت الوحدة بإنشاء مقر ليها في الهيئة العامة للاستثمارات، ويضم هذه الوحدة مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، مكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، ومكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة. كما تم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما ييسر عليهم عملية التصفية. وجاري حاليا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واقتراح مجموعة أخرى من الحوافز، وده شيء مهم جدا، يعني أتمنى من حضراتكم أن تضعوه وتقترحوه وتسلموه لهذه الوحدة، عشان إحنا كحكومة نتحرك في وضع كل الحوافز التي تمكنكم من الانطلاق في هذا المجال الواعد. السادة الحضور الكرام، في إطار خطط الدولة والحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة، والذي يعد أبرز تحدي يواجه رواد الأعمال خاصة في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تم إعادة هيكلة شركة Egypt Venture، وهي أحد الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر. وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن، وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواء كانوا جهات حكومية أو غير حكومية. كما تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم 1 ل2019 والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم. بالإضافة إلى ما تقدم، قامت الحكومة بتقديم دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية وبرامج بناء القدرات، فضلا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية. كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية. واتصالا تم إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والتي تتيح لكل منهم الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم. كما تم تفعيل مركز تعليمي إلكتروني على منصة مركز مصر لريادة الأعمال يحتوي على أكثر من 72 برنامج تدريبي متاح ب4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية بالإضافة للغة الإشارة. وانطلاقا من إدراكنا لأهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، نعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر. وفي هذا السياق سوف تقوم مصر بتنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بالقاهرة في الفترة ما بين 29 إلى 30 يونيو القادم، ويأتي المؤتمر بعد التوقيع على الإعلان المشترك بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي ومن خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. وتمثل مشاركتنا في هذا المؤتمر الهام فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي، حيث عملنا على إدراج ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في مناقشتنا مع الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الدعم والتعاون في هذا المجال الحيوي. وفي الختام، إننا نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، وأن الشركات الناشئة تمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني وتؤدي دورا حيويا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. ونؤمن أيضا بقدرتكم على تحقيق التغيير وصنع الفارق، كما ندرك أهمية اعتناق العصر الرقمي وتمكين رواد الأعمال ليزدهروا. رؤيتنا واضحة نحو بناء مستقبل حيث لا يعرف هذا المستقبل للابتكار حدودا، وحيث لكل رائد أعمال فرصة للنجاح. ونحن هنا للتأكيد على التزام الحكومة المصرية بدعمكم ومساندتكم في مسيرتكم الريادية. وجاء حديثنا اليوم في ربوع المتحف المصري الكبير تحفيزا لشباب مصر على استكشاف قدراته لتحقيق الإنجازات المبتكرة، استلهاما من آثار الحضارة المصرية القديمة وإسهاماتها الفريدة التي أبهرت العالم أجمع نتيجة تفردها في عنصر الابتكار. أشكركم على حسن الاستماع، وأتطلع إلى المزيد من النقاشات المثمرة والبناءة التي تسهم في رفعة اقتصادنا الوطني وتقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.